السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. انا جيت عاوتاني وجبت وصفه زوينه رائعه، ماشي غير زوينه، بالوصفه رائعه لجميع انواع الشعر، وبالخصوص الشعر المتضرر والجاف. الشعر اللي كيكون متضرر وجاف غادي تفيدو بزاف، غتفيد جميع انواع الشعر، ولكن حتى الشعر اللي كيكون متضرر غادي تعالجو وتعاونو. لهاد الوصفه غادي نحتاجو جوج ديال الصفر البيض. الصفر البيض اللي حنا عارفين بلي كيتصوب به حتى الشامبان، يعني راه مفيد ومغذي للشعر. العسل الحر، العسل الحر ومن لا يعرفه، الفوائد ديالو غنيه عن التعريف، كي مزيان بزاف للوجه وللشعر. والقرعه الحمراء، القرعه الحمراء اللي حكيناها في حكاكه رقيقه، القرعه الحمراء اللي الفوائد ديالها كثيره وجميله وغنيه بفيتامين أ اللي مزيان للبشرة والشعر. نبداو على بركة الله. بسم الله، غادي نديرو القرعة الحمراء حسب الشعر ديالك، كل وحدة حسب الطول ديال الشعر ديالها. غادي نديرو جوج ديال الصفر البيض، الا كان بلدي يكون احسن. غنديروا معلقه كبيره ديال الزيت ديال العسل الحر او العسل البلديه. نخلطوا هاد المكونات مزيان. راه ما كتبقاش البنات الريحه ديال البيض في الشعر، بالعكس الريحه كتكون زوينه، كتولي فيها ريحه ديال القرعه الحمراء وريحه زوينه بزاف. واللي ما بغاتش خافت يبقى لها الريحه في شعرها، يمكن لا تعاود دير تشلل بالخزامه ولا بازير اي حاجه، ولا دير معاه قطرات من الزيت ديال الحامض. هكا غادي نحصلوا على هذا الخليط اللي غادي نديروه في شعرنا، بالخصوص البنات كما قلت اللي شعرها متضرر، بحال دابا يلا فات الصيف اللي الشعر ديالها دارت ليه الصباغه ولا اليميش وتضرر لها بالسيشوار والصبايغ، هذه هي الوصفه الفعاله اللي غادي تعالج لها الشعر ديالها. وجربوها وردوا عليا الخبر، وما تنساونيش من لي لايك ومن ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وكيف ما كنقول لكم دائما ان الوصفات ديالي ماشي فقط مجربه، بل هي ماخوذه من عند اخصائيين في التجميل، اخصائيين في هذا المجال، حيت ربما نجربها انا وتفيدني وتضرك نتيا. داكشي علاش كناخذ الوصفات من عند الاخصائيين، يعني اللي مجربه على جميع انواع الشعر او لجميع انواع البشره. هكا كنكون متاكده انني كنحط لكم وصفه فعاله، وفي نفس الوقت ما غادي تضر حتى وحده. في نفس الوقت هذه الوصفه كتساعد انها تحارب تساقط الشعر، حيت القرعه غنيه بالحديد وبالزنك اللي كيساهموا في انهم يحاربوا تساقط الشعر. وطريقه استعمال هذه الوصفه البنات هو انكم من بعد ما تمشيو للحمام وتغسلي وتسالي، وغادي ديروها قبل غديروها في شعركم وتخليوها مده ساعه ولا نصف ساعه، المهم اللي بغيتي. ومن بعد غادي تشلي غير تشليل خفيفه هكا، اي خفيفه بلا ما تحتاجي الشامبان، هي راها فيها ريحه زوينه وما تخليك لا ريحه لا خايبه في شعرك لا حتى حاجه. يعني تشلي اما غير بالماء، ولا ديري شي شويه ديال الخزامه في الماء ولا ازير وتشلي به، وهكا غادي تعالجي شعرك وغادي تعاونيه انه ترجع له الحيويه والقوه من جديد. وخصوصا كنأكد خصوصا الشعر المتضرر، وإذا تأكدتم هاد الشيء البنات ما تبخلوش عليا، مجيم وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.